مدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري بنيت على صخرتين صلبتين مرتفعتين، مما أعطاها منظرا فريدا يستحيل أن يوجد مثله عبر العالم. وللعبور من ضفة إلى أخرى شيدت عبر العصور عدة جسور، ولهذا اشتهرت باسم مدينة الصخر العتيق أو مدينة الجسور المعلقة. تبدو إذا ما حف بها الضباب كتمثال رخامي جاثم على هامة الصخر العتيق، وتبدو في الأيام الممطرة كقلعة هاربة فوق أكتاف السحاب. تلك هي قسنطينة أو سيرتا كما كانت تسمى قديما، فهي مدينة عريقة ضاربة بجذورها في التاريخ، حيث كانت موطنا لتجمعات قبلية أمازيغية، غير أن تأسيسها ينسب إلى التجار الفينيقيين. إلى جانب موقعها الجغرافي المتميز وجمالها الهندسي البديع، طغت على قسنطينة صبغتها الثقافية والدينية منذ القدم، وتكرس هذا المظهر بعد استقرار الإسلام بها، فعرفت عملية بناء المساجد، وكان آخرها وأبرزها مسجد الأمير عبد القادر الذي يعتبر من أكبر المساجد في شمال أفريقيا. يبهرك منظر المسجد بهندسته المعمارية الرائعة، حيث يعد أحد التحف التي أبدعتها يد الإنسان في العصر الحاضر. قسنطينة تزخر بمعالم سياحية جميلة، في مقدمتها جسورها البديعة التي يحبس جمالها الأنفاس، كما نجد المدينة القديمة ذات المعمار العربي الإسلامي التي تضفي بدروبها الضيقة وخصوصية بناياتها طابعا مميزا، وتعتبر إرثا معنويا وجماليا يشكل ذاكرة المدينة بكل مكوناتها الثقافية والاجتماعية والحضارية. كما عرفت قسنطينة بمدينة الفن، حيث تشتهر بلونها الغنائي الأندلسي الأصيل المعروف بالملوف، إلى جانب صناعاتها التقليدية الجميلة مثل صناعة التطريز التقليدي وصناعة الأواني والتحف النحاسية، والتي لها حي خاص يدعى حي النحاسين. قسنطينة اشتهرت كغيرها من المدن والعواصم الإسلامية بالأسواق المتخصصة، فكل سوق اختص بتجارة أو حرفة معينة، وما زالت إلى حد الآن أسواق المدينة تحتفظ بهذه التسميات مثل سوق الخرازين وسوق العطارين، سوق الصباغين وسوق الصاغة. وإلى جانب الجسور تزخر قسنطينة بمعالم معمارية مثل قصر الباي أحمد الذي يعود إلى القرن الثامن عشر ويعتبر تحفة معمارية. ومن المعالم المعمارية البارزة أيضا نجد المسرح الجهوي الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، فبالإضافة إلى قيمته المعمارية فإن له بصمة خاصة في المشهد الثقافي الجزائري. متحف قسنطينة يعتبر من أهم معالم المدينة، حيث يحتوي على تحف أثرية تؤرخ للحضارات التي تعقبت على المنطقة، كما يحتوي على تحف ثمينة تعود إلى ما قبل الميلاد. هذه هي قسنطينة التي تغنى بها الشعراء والفنانون منذ القدم. قسنطينة مدينة الجمال والثقافة، مدينة الأحلام والخيال.